قناة الأهلي، برحب بيكم معايا ومعاكم النهاردة نجم من نجوم خط دفاع الكرة المصرية، كابتن محمد عبد الفتاح تاح. برحب بيك يا كابتن في البداية، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. النهاردة بقى يعني عايز أعرف منك إيه الأجواء الرمضانية بتاعتك، بتعمل إيه في رمضان؟ أولا مبسوط إن أنا معاك ومع البرنامج وفي القناة اللي هي يعني أكتر حاجة بحبها، يعني بتفكرني بكل حاجة جميلة، وإن شاء الله رمضان كريم علينا كلنا وعلى المصريين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأجواء رمضان، مش بيبقى ليا يعني روتين معين في رمضان، على قد ببقى داخل في أول الأيام ببقى بحب أنام بدري مثلا وأصحى بدري وكده، فبلاقي نفسي بقى إيه يعني وصلت لحد الفجر فما عرفتش أنام والكلام ده، فابتدي أطبق بقى وأنام بعد الفجر. فليا بقى كذا روتين في رمضان بقدر أعمله. نبدأ من يعني من أول ما بتصحى مثلا، قولي بعد كده الفطار، بعد كده بتعمل ايه بعد الفطار؟ هو في الاول لازم بظبط الالارم بتاعي على مواعيد الصلاه كلها، لان بحاول في رمضان ان انا اصلي كل الصلوات في جماعه، يعني في المسجد، فصلاه الظهر بتبقى اتقل صلاه عليا لان ببقى انا بنام بعد الفجر، فبصحى اصلي الظهر، ساعات بنام تاني مثلا واصحى على صلاه العصر، خلاص كده بقى ابتدي بقى بستنى مثلا الفطار، احب بقى انزل بقى اجيب الحاجات اللي ما بقدرش امسك نفسي طبعا في رمضان، اجيب بقى الحلويات واجيب حاجات بتبوظ بقى الدنيا. وبحب بفطر على التمر ولازم اسبريسو معاه، يعني الاسبريسو ده لازم قبل الفطار لازم اشربه الاول. بس بعد كده بقى بخلص فطار بنزل بصلي العشاء والتراويح، بقرا طبعا قران بس عايزاك تقول لي ايه نوعيات المسلسلات اللي انت ممكن تشدك، او لو شفت البرومو بتاعها تقول مثلا حتى لو قبل رمضان انا هتفرج على المسلسل ده في رمضان او بعد رمضان. بص انا في رمضان بصراحه مش بحب اميل للمسلسلات خالص، ممكن لو حاجه فعلا شدتني جدا او حاجه بحب الحاجات اللي هي فيها اكشن وكده، بحب الحاجات اللي هي فيها حاجه ممكن تفيدني او استفيد منها، مش بحب الحاجات اللي هي بتبقى عشوائيه وكده. فممكن اتفرج عليه امتى بقى؟ يعني اتفرج عليه على اليوتيوب مثلا قبل الفجر او بعد الفجر، لكن انا ابقى متابع مسلسلات وكده لا، ببقى في رمضان صعب جدا. وعامه في الايام العاديه برضو مش يعني انا مش من الناس اللي بستنى مسلسلات والحاجات دي، ومبسوط كده الصراحه، مش عايز الموضوع ده يبقى فيا.